السلام عليكم، انا الدكتور خالد عماره، استاذ جراحه العظام في طب عين شمس. هكلمكم النهارده عن نقص نمو راس عظمه الفخذ، وده شيء مختلف عن خلع مفصل الفخذ. خلع مفصل الفخذ اللي هو دي دي اتش او هيب ديسبليزيا، اللي هو بيبقى ان راس عظمه الفخذ موجوده بس بتتخلع بسهوله او غير مستقله جوه الحق بتاع المفصل، وده عيب خلقي. لكن نقص النمو او تكوين راس عظمه الفخذ ده اللي هو بي اف اف دي، بروكسيمال فيمورال فوكال ديفيشنسي، ده بيبقى الجزء الاعلى من راس عظمه الفخذ ده مش موجود، وده له درجات. الدرجه البسيطه هو ان العظمه دي موجوده على بعضها بس قصيره صغيره، وصغيره دي بما فيها العضلات اللي تحوطها، بما فيها الاعصاب، بما فيها الشرايين. اللي اكتر منه هو ان الجزء ده مش موجود لكن ده موجود، الجزء اللي اشد منه هو ان ده كمان مش موجود، في حين ان اشد الحاجات بتبقى يدوب بس الركبه هي اللي موجوده والساق، لكن الجزء الفوقاني ده مختفي بالعضلات المحيطه بيه. عاده الحالات اللي زي كده بيبقى علاجنا فيها بيعتمد على مش بس درجة الإعاقة أو درجة الجزء المصاب، لكن بيعتمد أيضا على استعداد الأسرة. يعني إيه؟ يعني إحنا في حالات اللي هي الحالات البسيطة دي ممكن نعملها إن إحنا نعمل عملية تطويل، أو إن إحنا نعمل تقصير للناحية السليمة بحيث إن إحنا في الآخر نساوي الرجلين ببعض. لكن في الحالات الشديدة إحنا ممكن في حالة مثلا اللي هو الجزء الفوقاني من العظمة ديت مش موجود، فأنا عندي بس الركبة والساق، فانا ممكن في الحاله ديت ان انا اطول الساق وافضل اطولها لغايه ما توصل للطول الطبيعي بتاع الناحيه الثانيه. ديت عيبها ان الطفل بيحتاج 4 عمليات، كل عمليه منهم تستغرق بالنقاهه بتاعتها حوالي 9 شهور، لان احنا بنعمل لها عمليه تطويل بجهاز الزاروف، وفي الاخر بيبقى عندي رجلين طول بعض لكن بيبقى الساق هي اللي اساسا طويله. تمام، فديت محتاجه طبعا التزام من الاسره شديد جدا، مجهود من الطفل، لان انت مثلا بتعمل له عمليه عند سن 3 4 سنين، بعد كده عمليه تاني عند سن 8 سنين، بعد كده عمليه تالت عند سن 12 سنه، بعد كده عمليه اخيره عند سن 16 سنه، لان كل شويه انت بتطول الرجل وبتلاقي الرجل الثانيه سبقتها. في بقى طريقه ثانيه، هو ان انت عندك الجزء الفوقاني من العظمه ده مش موجود، فانا عندي في ركبه وفي مفصل الكاحل لكن ما عنديش الجزء الفوقاني، فبنعمل عمليه اسمها فانيز. فانيز دي يعني ايه؟ يعني بنروح لفين العظمه بتاعت الساق دي كده بالمشقلب، بدل ما هي كده بقت بتتلف بقت كده، فبالتالي بقى عندي الجزء الفوقاني ده اللي هو الركبه تشتغل كانها مفصل فخذ، والمفصل بتاع الكاحل يشتغل كانه مفصل ركبه، ويبقى عندي جزء اركب عليه طرف صناعي اللي هو الجزء التحتاني ده، فبيبقى ميزته انه طرف صناعي صغير، فبالتالي الطفل او البني ادم بيبقى عمل عمليه واحده بس وبيركب بعدها طرف صناعي صغير. في طبعا اختيار رابع اللي هو ان انت تسيب الطفل خالص ويبقى بيستعمل طرف صناعي، بس بيبقى طرف صناعي تقيل جدا وشكله وحش قوي. فدول الاربع اختيارات اللي بنختار ما بينهم زي ما احنا شفنا كده، بناء على درجة التشوه وعلى استعداد الطفل والأسرة في التعاون، زائد طبعا على قدرات الطبيب المعالج يقدر يعمل عمليات ايه ومش عمليات ايه. فبالتالي دي الاربع طرق اللي بنستعملها في علاج البروكسيمال فيمورال فوكال ديفيشنسي او نقص تكوين راس عظمه الفخذ. وزي ما قلت ده يختلف تماما عن خلع مفصل الفخذ، لان خلع مفصل الفخذ ده اصلا بيبقى علاجه ابسط بكتير ونسبه نجاحه اعلى بكتير واسهل بكتير، لان انت ببساطه خلع مفصل الفخذ لو هو طفل صغير بترده من غير عمليات ولا حاجه، لو بعد سن سنه او سنه ونص بنعمل عمليه نرد مفصل الفخذ ونصلح الاربطه او نصلح شكل راس عظمه الفخذ او حق مفصل الفخذ. شكرا جزيلا.